يا أخوة أهم شيء عيالكم ما يعرفون عن هذا الفيديو. يقول اللهم صل وسلم عليه لعائشة، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله. اليوم التمر في بيوتنا كلها، لكن منو يأكل التمر؟ للأسف عيالنا ما مستفيدين منه، هذا اللي فيه أنيميا وهذا اللي فيه نقص حديد. هذه خطة مجربة وإن شاء الله أن عيالكم بيأكلون التمر. شوفوا باكر الجمعة الصبح بيصبحون ما في بلاليض وخمير وكباب، أخروا الأكل مرة ما في أكل، ما في غير التمر ميلس في الصالة، حطوا لهم التمر والبثيث والمدبس والحلويات التمر واسكتوا عنهم، ما في أكل غير، ولا بيبطل الثلاجة وبيحصل له نوتيلا وبيحصل غيره وبياكل منه، وبإذن الله عز وجل بتشوفونه على صحتهم، والله يبارك فيه.